أعلن الجانبان الأردني والسوري عن عزمهما فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين غدا. وأوضح كل من وزير الداخلية السورية محمد الشعار والمتحدثة باسم وزارة الأعلام الأردنية جمانة غنيمات أن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية، وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة بإعادة فتح معبر نصيب جابر بين البلدين اعتبارا من الغد. ويعد هذا المعبر هو شريان حيوي لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول. يجري وزير الخارجية السوري وليد المعلم مباحثات مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري لإعادة فتح الحدود بين البلدين. يأتي ذلك في إطار زيارة الجعفري الرسمية لدمشق التي تستمر 3 أيام. يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الدولة لبحث العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من دمشق السيد غسان يوسف الكاتب السياسي السوري. سيد غسان، بعد التحية، إذن هي خطوة مهمة التي اتفقت عليها الحكومة الأردنية والسورية، وهي فتح معبر جابر نصيب الذي يعني كان مغلقا منذ العام 2015، وهو معبر بالتأكيد مهم جدا. ما هي الحسابات الأمنية والسياسية في مسألة إعادة فتح المعبر؟ بداية تحياتي لك وللساده المشاهدين. يعني تعرفين ان هذا المعبر تاخر فتحه بعد تحرير الجيش السوري للمناطق الجنوبيه من الجمهوريه العربيه السوريه، وكانت يعني هناك مجموعات ارهابيه تسيطر على هذه المنطقه، اما الان فاصبح الجيش هو الذي يسيطر. ومن الطبيعي ان يفتح هذا المعبر لما يعود بفائده اقتصاديه سواء على الاردن او على سوريا. ايضا يعني هذا المعبر يدخل سوريا دول الخليج العربي ومصر، وهذا يؤدي ايضا الى فائده مشتركه ما بين هذه الدول، وهو ايضا يدخل لبنان بدول الخليج. ويعني عندما ذهب وزير الخارجيه اللبناني للاردن سال وزير الخارجيه اللبناني متى سيدخل السفاح اللبناني وزير الخارجيه الاردني الى الاردن، ويعني هذا ان فيه ايضا منفعه للبنان. نعتقد بانه غدا سيتم فتح هذا المعبر وستعود الامور الى ما كانت عليها قبل احتلاله من قبل المجموعات الارهابيه في عام 2015. ما هي الترتيبات الامنيه اذا التي سيتم اتباعها لضمان الا يكون هناك تسرب او تسلل لعناصر ارهابيه من خلال هذا المعبر من الاراضي السوريه الى الاراضي الاردنيه، التي بالفعل هي عانت سابقا من عمليات ارهابيه تمت في داخل الاراضي الاردنيه من خلال عناصر ارهابيه يعني انتقلت اليها من سوريا؟ تماما. يعني اليوم الجيش السوري يسيطر على كامل الحدود الاردنيه السوريه. كان هناك اي بؤر نائمه للمجموعات الارهابيه فسوف يكون هناك تعاون ما بين الجانب الاردني والسوري، خصوصا يعني سابقا لم يكن هناك تعاون ما بين الاردن وسوريا بهذا الخصوص، كانت الاردن تدعم هذه المجموعات الارهابيه ولم تكن يعني تقف ضدها، ولذلك استطاعت هذه المجموعات ان تسيطر على المعبر ويعني لعده سنوات. اما اليوم فاصبح الجيش هو الذي يسيطر، من منطقه الاردن ان تكون الدوله السوريه هي المسيطره. يعني سوريا تقول يعني عفى الله عما مضى، لان يعني عانت كثيرا من يعني دخول مجموعات ارهابيه كثيرا من الاردن الى سوريا، وليس كما قلت حضرتك يعني من سوريا الى الاردن، لا بالعكس، كانت مجموعات ارهابيه تاتي من الاردن الى سوريا ومن دول عربيه ومن دول اجنبيه، يعني كما هو الحال بالنسبه الى تركيا. يعني تعرفين بان المجموعات الارهابيه من اين ستدخل؟ يعني ستدخل من دول مجاوره يعني كالاردن وتركيا، وهذا ما حصل. اليوم من مصلحه البلدين ان يكون هناك اجراءات امنيه يعني اجراءات امنيه جيده من قبل الطرفين لمنع تسلل اي مجموعه ارهابيه لاعاقه الطريق، لاخافه المأزق، يعني الشاحنات، يضغطوا على الشاحنات. اعتقد ان هذه الامور اصبحت يعني بالنسبه للجانب السوري مؤمنه، باعتبار الجيش السوري يعني عندما يكون في اي منطقه فهو يحمي هذه المنطقه وهو مسؤول عن حمايه المنطقه. و يعني اليوم اصبحت الطرق الدوليه في سوريا يعني معادل مع لبنان الشقيق مفتوحه بالكامل. اذا فتح معبر نصيب ايضا ستكون المعابر مع الاردن مفتوحه،
سمعنا بان العراق سيفتح معبر مع سوريا، وهذا شيء جيد. يعني هناك ثلاث دول عربيه ستفتح معابرها، تبقى الحدود مع تركيا، وتعرفين بان المجموعات الارهابيه اليوم اصبح بغالبها في ادلب وفي المناطق الشماليه الشرقيه التي يسيطر عليها الاكراد. يعني كما قال السيد وليد معلم اليوم وزير الخارجيه لاننا نكتب الفصل الاخير من الحرب على الارهاب. هو بالتأكيد أيضا يعني مسألة فتح المعبر لها رمزية بأن يعني سوريا الآن تستعيد قبضتها وتستعيد أرضها مرة أخرى، ولديها القدرة على السيطرة على مجريات الأمور. وهو الأمر الآخر أيضا والذي يتزامن مع هذا القرار هو زيارة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وبحث فتح الحدود مرة أخرى بين سوريا والعراق. يعني طبعا هذه المنطقة هي منطقة حساسة جدا، منطقة الحدود السورية العراقية، ويعني هناك بعض المحافظات التي كانت سابقا هي وجهة لعدد من الإرهابيين. كيف سيتم ضمان أيضا أن تتم هذه المسألة بدون أن يعني يحدث فيها أي إشكاليات خاصة بالجوانب الأمنية؟ كما قلت حضرتك، يعني هذه المنطقة فعلا هي منطقة خطرة، باعتبار أن تنظيم داعش يعني يستوطن كان في دير الزور وفي منطقة محافظة الأنبار العراقية. وعندما سيتم فتح هذا المعبر سيكون يعني بين على الحدود ما بين هاتين المحافظتين. لكن أعتقد بأن الجيش السوري يعني واثق من تأمين هذا الطريق، وأيضا الجيش العراقي. هناك بؤر إرهابية يعني تدعمها الولايات المتحدة في منطقة أفني، وأيضا في المناطق الشمالية الشرقية في منطقة كجين وفي الحسكة. ولكن أعتقد بأن الدولة السورية ستكون مسؤولة عن المنطقة التي تسيطر عليها. وفي هذه الحالة أعتقد بأن يعني المعبر سيفتح معبر القائم، وأيضا سيكون هناك تواصل ما بين العراق وسوريا، تواصل اقتصادي. يعني دائما منتجات سوريا الزراعية تذهب إلى العراق، والعراق هو أكبر متفوق يعني من المنتجات الزراعية السورية، وأيضا من الصناعات النفيذية التي تنتجها سوريا وغيرها من الصناعات التحويلية. وصلت الفكرة. نعم، نعتذر عن المقاطعة فقط لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك سيد غسان يوسف الكاتب السياسي السوري، كنت معنا هاتفيا من دمشق.